وفي هلا شفت حدا برا يمكن جبل شيخ الجبل ايه عاملين مظاهرة أهل الهيبة، ما بعرف. تفضل. يعطيك العافية. أول شيء كانوا أهل الهيبة كلياتهم برا وحابين يحكوكم بموضوع مهم. كلياتهم ربي. يا أبو علي دخل الشباب. يعطيك العافية معلم هشام. أنا هلا بدي أعرف مصرياتنا وين راحوا. فينا نعرف مصرياتنا وين راحوا بالهيبة؟ كنا عم نمثل، رحت الأيام وإجت الأيام. بيقولوا لنا شو يا أبو أحمد؟ يا يوسف فنجان قهوة لكبير الهيبة. عشت. بدنا نعرف مصرياتنا وين؟ أكيد أخذوا رياض سلامة، وكنا عم نمثل صارت جد القصة. يلا روحوا عشت. يلا إيه. أهلا وسهلا. تفصل انت؟ فصلت خلص، خلصت قصته. بس شخصيات الهيبه كمان بتقلده؟ انا ماني عارف. كله انا كان في كتير. خبرني شوي عن السياسيين هالايام، شو اخبارهم؟ السياسيين قلت لي فاتح عليهم على الاخر. فاتح عليهم على الاخر، واكثر شيء بصوت وئام وهاب عم يزبطوا معي، والشعب كله عم بيحبني بصوت وئام وهاب. ايه يعني وئام هو بيربطهم ببعضهم. ايوه يعني هلا مثلا انا بعدني واصل على مطار بيروت. ايه اول شيء خلينا نقول انت بافريقيا شو بتعمل؟ انا حلاق. حلاق وفر ستات نسواني. في شغل بافريقيا احسن من هون؟ اكيد هلا بهالايام احسن. باي بلد؟ سنغال. كل ما نعوزك من ليك اكيد. يلا فرجيني وئام وهاب شو اخباره. بعدني واصل انا على مطار بيروت. بيجي واحد بيقول لي بدي اعمل لك البي سي ار. قلت له ايه شو عندي انا مشكله بعمل البي سي ار؟ عرفت كيف؟ قال لي انت معنى محمد فارس يعني هلك شو اللي وئام وهاب؟ مع احترامي لإله. شو انا محمد فارس؟ قال لي لا انت الوزير وئام وهاب. عملت البي سي ار بافريقيا؟ قلت له ايه. قلت له انا بدي اعمل البي سي ار. اعمل لي يا اخي، انا عملته هونيك ببلاد الخارج، سوي له لمحمد فارس. عشان هيك وصلنا لقدام شوي، شي بيعيط لي الشيخ سامي يا اخي شو انا يعني ما بعرف كيف بدي اسوي. بكل منطقه بيعيطوا لي شي. بروح على الضحي بيعيطوا لي الحاج علي. انا هلا بدي اعمل شغله يعني قصدي يعني على عمار بيعيطوا لي بالضاحيه. بكل منطقه بيعيطوا لي شغله. بالضاحيه بيقولوا لي الحاج علي. بالجنوب بيعيطوا لي دوله الرئيس الاستاذ نبيه بره. بالمناطق هيك بيعيطوا لي الشيخ سامي ومطرح الحكيم جعجع. 100% يمكن تكون احيانا ببلد او بمنطقه غير عجيبه يعني، ويمكن تكون عند مثلا على تويتر بيعيطوا لي. انا بدي اقول لك شغله دكتور حبيب فياض. قديش قابض علي محمد فارس ليطلع يقلدني كل مره؟ ما في شغله وعملي غير بيقلدني، ما بعرف ليش يعني. هلك منرجع لوئام وهاب. الشباب عرفتني بالوزير وهاب حتى بافريقيا هونيك. يا اخي شو عرفهم بالوزير وهاب؟ ما بعرف. كل ما روح واجي معالي الوزير، معالي الوزير، فيش غير معالي الوزير بالجيش يا اخي. مع احترامي للمؤسسه العسكريه، هيدي القصه كلياتها. هاي القصه كلياتها ما معقول. يا خي الترانزيشن مش مع بين شخص ما خي بس ثواني بس ليك بس سمعني شوي بس حبيب فياض يا خي. بتغمض عيونك. يلا ده اسمه حبيب فياض. اول شيء بدي اقول للشعب اللبناني انه كل ما دق الكوز بالجره بيطلعوا السياسيين بيكذبوا علينا. شو بدهم بالشعب اللبناني ما بعرف. شغله عجيبه انه سرقوا لنا مصرياتنا، ما خلوا شيء بالبنوكي. رحت الايام اجت الايام عملوا الحرايق، هن حرقوا لبنان. هي مش معقول. رحت الايام اجت الايام فجروا مرفق بيروت وعم يتهموا بعضهم. يا اخي طيب ما اذا فجروا مرفق بيروت فجروا السياسيين اكيد، ما بدناش نكذب على بعض. يا اخي طيب وين الحقيقه يا اخي؟ ما هي ولا هن منن هن وكلن يعني كلن وحضرتك واحد من. انا ما خصني، انا طلعت اساسا من مجلس النواب. ليش طلعت؟ لانه ما في نتيجه. شو بدي اقول؟ طيب ليك في شي حدا مثلا مش مقلده قبل بتسيبه هلا مثلا؟
السنيورك انت تسيب السنيور؟ انا بدي اقول لك شغله. كل ما دق الكوز بالجره 11 مليار 11 مليار ما في غيري بالحكومه. على تويتر السنيورة 11 مليار بيطلعني يا اي اذا 11 مليار. يا اخي كلنا سرقنا. انا بقول لكم انا اليوم فؤاد السنيورة كلنا سرقنا وما في 11 مليار، في 100 مليار كلياتنا سرقنا. طيب هيك شي حدا مش سياسي مثلا؟ انا لك بدي لك شغله اليوم، انا كامل حمزين اوف بس انه السياسيين يعني شيء غريب اليوم اللي عم بيصير ببلدنا. انا رحت امبارح على لاعمل حفله بدبي. الشعب اللبناني هون كتير 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 يعني بيطلع فيه هيك للفنان بيقول حاجه. مش معقول وحياه الله مش معقول. هي انا صدفت من حمزان. انت من حمزان حبيب قلبي حبيب قلبي يا هشام. يعني ليك انا بزعل على الشعب اللبناني اللي المغتربين اللبنانيين فوق، لانه عم بيروحوا نجمينا. يعني بيجي بيقول لك يا ملحم ليش هيك ليش هيك، كانه انا السياسي. ما خي انا شو قصني، انا رايح اعمل لكم حفله هونيك يعني لا اكثر ولا. طيب معين شريف بتصيبه مثلا؟ انا بدي اقول لك شغله اليوم. البلد هيدي البلد حكامه يلي حرقوا سلافها بالقلب، ولو ما انا معك كنت كفرت. يلا عم ديبن يا زلمه شو حراميه، لك حتى البكسا بقولوا لك 70 سنه، ما كلياتهم فوق السبعين، شو بتسرقوه من الشعب اللبناني يعني حرام. طب ليك عن جد مين في هلا غير اللي قلدتهم؟ نبيه بري اكيد. اذا بدك بعمل بجلسه مجلس النواب هلا بجمع لك كل السياسيين بجلسه وحده، لانه في فهرس طويل عريض بهذه الاشياء. انا اليوم بدي اقول لك شغله. نحن يعني عم بيربحونا، بيجوا بيقولوا لنا انه نحن بيربحونا جميل، انه العهد والعهد ما صار له لبنان هيك من 30 سنه يا جاده او لا. ولا 100% جاد حيوافق. انا اللي معك. طب ما ليش عم يربحونا دائما؟ بيجوا بيقولوا لنا نحن كل الطبقه السياسيه الحاكمه من 30 سنه كلهم حراميه وانا واحد منهم. سجل على www.lbcgroup.tv، عمول سبسكرايب على الويب سايت، واحضر كل البرامج والحلقات والتغطيات المباشرة ساعة اللي بدك. نزل الابليكيشن الـ LBCI وخليها عطول معك.